طيب نروح نكمل اخبارنا. على قد ما مباراه الاسماعيلي بكره اكيد مباراه مهمه جدا وهمانه قوي، فيها الثلاث نقط واستعاده الفريق لشخصيه البطل والقوته وانه يبقى مركز كمان في مباراه فيتا كلوب. يمكن موسيماني عارف يفصل مع اللعيبه مباراه فيتا كلوب في الفتره دي لحد مباراه الاسماعيلي تخلص، ولكن اكيد كل الجماهير كل تركيزها في مباراه فيتا كلوب اللي ان شاء الله هتكون الاسبوع الجاي ماتش العوده. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي لنادي الاهلي اكد ان الفريق هيسافر للكونغو الديمقراطيه علشان طبعا يواجه فيتا كلوب بدوري ابطال افريقيا بطياره خاصه. هيكون ان شاء الله الفريق هيغادر القاهره يوم السبت اللي جاي، وهيترأس البعثه زي ما قلت لحضراتكم العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. طيب.